روغة مسرحة ولعب بني أدمين. كان محتمل يتلخبطوا ويبدلوا البراويز، تيريز هتبقى خديجة وخديجة تبقى تيريز. القصة كده بالهداوة مش اختيار أو نقاوة، ياللي في عينيكوا غشاوة كله اتخلق من طين. كان محتمل يتلخبطوا ويبدلوا البراويز، تيريز هتبقى خديجة وخديجة تبقى تيريز. القصة كده بالهداوة مش اختيار أو نقاوة، ياللي في عينيكوا غشاوة كله اتخلق من طين. محتمل يتلخبطوا ويبدلوا البراويز، تيريز هتبقى خديجة وخديجة تبقى تيريز. القصة كده بالهداوة مش اختيار أو نقاوة، ياللي في عينيكوا غشاوة كله اتخلق من طين. مين السبب في الأمة؟ ما تفتش يا حكومة، هتلاقي سوس جوا النفوس وشوش كده مشؤومة. عايز تجيب الخلاصة ابعد كلاب الحراسة، تفهم كده بالفراسة مين اللي على الجنبين. بيوقعوا ويولعوا ويضربوا الأسفين، ويخطفوا ويظبطوا ويلخبطوا الموازين. بيوقعوا ويولعوا ويضربوا الأسفين، صدقوا تؤمني بالله انت لو زعلتي من اللي حصل ده تبقى غلطانه. المفروض اني افرح ولا ايه؟ لا ابدا، بس يعني الانسان يزعل من حد ليه قيمه، حد محترم، مش شويه عيال بلطجيه وسفله زي دول. العيال دول مش بلطجيه، دول متعصبين بيضايقوني وفاكرين انهم بكده نصروا دينهم. يا ست متعصبين مين بس، دول شويه عيال صيع وسفله. طب انا هقول لك حاجه، انا متجوز واحده محجبه ومش حلوه، ورغم كده برضو ما بتسلمش من المعاكسات، يعني الحدوته مش حدوته الدين. للاسف هي دي الحقيقه، احنا خلاص بقينا ملطشه، كان البلد ما بقتش بلدنا. لا حول ولا قوه الا بالله يا ست، البلد دي بلدنا زي ما هي بلدكم بالظبط. يعني لو هتخرب هتخرب على الكل، ولو وقعت مش هتقع بمسلم بس ولا مسيحي بس. انت بس كده لما ترجعي البيت وتقعدي تفكري بهدوء هتكتشف ان انت كنت غلطانه.
مسألة باختصار، شوية عيال فلتانة بيعكسوا واحدة زي القمر. لو تفتكر ان انا بعكسك، انا بقول حقيقة. ايوة كده، اضحكي اضحكي. تلاتة بالله العظيم ما في حاجة في الدنيا دي كلها تستاهل ان الواحد يحرق دمه عشانها. انا مرضتش اتكلم معاك وانت سخنان يا توفيق، قلت استنى لما تهدى شوية. من امتى بنخش في عراك احنا بين المسيحيين والمسلمين؟ اه من امتى؟ مالنا احنا ومال الكلام ده؟ زي تروح الخواطر الشرق وانت شايل سلاحك، انت ناس انت مين؟ افرض حصل لك اي حاجة مش كنا هنشيل طارك؟ اعجل يا توفيق اعجل، حط عجلك في راسك، سايق عليك النبي. لا لو كنت قلت لك ما كنتش هترضى. عموما حقك عليا. انت بتراضيني كيف العيال ولا ايه؟ لا انا مش عارفك. قل لي من امتى بتخش في عركة بين المسيحيين والمسلمين؟ ها؟ مالك انت وماله؟ ده انت حتى ما بتركعها، ده انت بتصلي الجمعة كسوف. ولازمته ايه الكلام ده عاد؟ كل الحكاية ان كامل ولد علي ايوب سخني، قلت اقف معاه، محدش عارف يمكن نحتاجه بعد كده، يبقى مقدمين السبت معاه. يا سلام، انت بقى هتحتاج كامل في ايه باذن الله؟ هقول لك. تعرف الخمس جراريت اللي جار كنيسه بني خاطر الشرقيه؟ ايوه عارفهم، دول بتوع بنات شحاته اللي قاعدين في مصر. الله ينور عليك، بنات شحاته دلوقتي عايزين يبيعوا، ويعقوب الدلال قال لي، وقال لي كمان ان الاقباط عايزين يشتروهم عشان يوسعوا الكنيسه. ايوه، ودخلوا ايه ده باللي انت عملته؟ عايز اشتريهم، ولو دخلت عليهم الاقباط هيزودوا عليا، محدش هيساعدني غير كامل. مش معنى الخمس جراريت دول مرشوش عليهم سكر؟ ما الارض على جفا من يشيل موجوده في كل حته. تحتيهم اثار. اثار؟ انت مش عارف. اقول لك بكلام العلم والكتب ولا بكلام الحديث والمصاطب؟ عيال المجدس جبران اللي صحينا في يوم وليله لقيناهم عنديهم ذهب ومحلات وعمارتين في اسيوط، بحثوا ولقيوا وباعوا وفضوا على اسيوط. لو عرفوا ان الارض اللي جارهم تتباع يمكن يعدوا ملايين على الترابيزه وياخدوها. عشان كده رضيت يعقوب الدلال وقلت له ما تجيبش سيره الارض دي لاي حد واصل. ما هو لو تحتيهم اثار يبقى يستاهل. ده مين اللي قال لك كده؟ ده حديث المصاطب. سالت عاد عن العلم، جم واحد من بتوع الاثار قال لي ان كنيسه بني خاطر الشرقيه دي من ايام الرومان، وان الاقباط زمان كانوا عم يعملوا سراديب تحت الكنايس عشان يشيلوا فيها الفلوس والذهب، عشان الرومان لما يخشوا عليهم الكنايس يهربوا للسراديب. عرفت دلوقتي كامل ولد علي ايوب مهم جدا. وناوي على ايه يا ابو عمو؟ ناوي ارقد لهم في الدره. كيف يعني؟ نغلوش على موضوع الارض دي باننا نشتري معديه. ناس كتيره قصدانه في الموضوع ده، على ما يفوقوا من الضربه دي يكون خلصنا قصه الارض. سليمان والتكله واعر قوي، وانت مش جد يا توفيق؟ لو عارف ان احنا جبنا معديه دي بتكسب وذهب مش هتعدي على خير. مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه، احنا حنبان اننا بنخدم البلد واهلها، ده دورنا وبنعملوه، والحق ما يزعلش. ربنا يقدرك على خدمة الناس ويكفينا شر دماغك. اقوم اعمل لك شاي؟ لا تعال نتكلم شوي. لا انا عايز انام. ايه مالك، في حاجه ولا ايه؟ سلامتك يا ابو رمضان، بس قعدتك مع الحاج عبد الدايم طولت، خير ان شاء الله. جديده دي، وانا اول مره اقعد مع ابوكي ومطول، ما احنا طول النهار وشنا في وش بعض. يا بس انا حاسه ان المره دي ان انتوا بتخططوا الحاجه. هو صح ابويا ما كانش يعرف انك رايح في عركة الاقباط؟ لا ما كانش يعرف. جرالك ايه يا مرة انت؟ من متى وانت عم تحجج معاي؟
انت تعرف ان انا من الرجاله اللي تقف قدام الحريم تقدم لهم تقارير؟ لا يا اخويا، انا ما طلبتش منك انك تقدم لي تقرير، ولا سالتك مره رايح فين ولا جاي منين. بس صراحه ربنا كده السكه اللي انت ماشي فيها دي جديده عليك. من امتى يعني يا اخويا بتتحمق عشان لقباط؟ ولينا مين في بني خاطر الشرقيه عشان تتحمق عشانه وتاخد سلاحك؟ اوعي تقول لي انك رايح تدافع عن الاسلام والمسلمين. انا عارفاك كويس، ان ما كانتش الخطوه فيها مصلحه ليك صح ما تخطيهاش. مالك انت، روح ولا ما روحش؟ اوعى اسمعك تقول الكلام ده التاني، فاهمه ولا لا؟ هتعرفيني النهارده يا بنت عمي ولا ايه؟ واني هعرف اخد منك حق ولا باطل؟ حقك عليا يا ابن عمي، انا غلطانه، انا بس عايزاك تربي ولدك وتجوزه. انا غلطانه وبت بنت خواطر، بنت خواطر اللي رجالتهم كلهم سبوعه ونسوانهم اشرف نسوان. مالك يا مرة؟ خايفة ليه؟ من ميتة وإحنا عم نخاف. بعدين اطمني، أنا كنت قاعد مع أبوكي نتكلم في مشكلة ضرائب، رايحة شكوى للوزير إن إحنا عم نتهرب من الضرائب. المشكلة دي لو ما لقلناهاش حل هنخش في دوامة ملهاش عازة. خلاص ارتحتي؟ يلا قومي عاد اعملي لنا كوبايتين شاي. لا بلاش الشاي عشان ما يسهركش، وانت هتصحى بدري. اصحى بدري ليه؟ عشان حكايه الضرايب يا توفيق. اه صح، ايه المره دي؟ برافو برافو يا اخت تريز، وصف تفصيلي هايل للكارثه اللي حصلت لك. لازم اعلامنا يكون واعي ويبص للمشكله بزاويه صحيحه، والتمييز ضد المسيحيين هو اساس المشكله. اي بقى تحليل تاني يبقى كلام فارغ، والدليل على كده الحوادث اللي بتحصل. يعني كل اللي كتبته هيطلع في البرنامج؟ طبعا طبعا. مش عارفه ليه حاسه في صوتك كده شويه تردد. دقه الملاحظه اكتر حاجه بتعجبني فيكي. يعني في تردد؟ انا مش متردد، لكن عايز اغير بس شويه من الكلام اللي مكتوب، عشان ده ممكن يغلوش على الرساله اللي احنا عايزين نوصلها. طيب حضرتك عايز تغير ايه؟ يعني مثلا الجزء اللي مكتوب عن السواق المسلم. ماله؟ نحذفه. بس ده اللي حصل فعلا، كان في سواق مسلم وهو اللي انقذني، ده حتى وصلني من غير ما ياخد اجره، وقال لي كمان ان مراته محجبه بتقع في نفس المشكله. مصدقك طبعا، بس ده هيضعف تاثير الحلقه. اي واحد هيشوف الحلقه هيقول هنعمل لها ايه؟ شويه عيال صيع، ما نعرفش بقى اذا كانوا مسيحيين ولا مسلمين، وجي في الاخر واحد مسلم هو اللي حماها. شفتي بقى تفرق ازاي؟ ايوه بس كده هنقع في الكذب. على الاطلاق كده هتبقى رساله البرنامج صافيه وما فيهاش تشويش. شوف انت كام بنت مسيحيه اتخطفت ومحدش سأل فيها. شوف المسيحيين قد ايه مضطهدين ومحدش بيسأل فيهم، بيعتبروهم اقليات. عاجبك انت الكلام ده يا اخت تريز؟ برضك كده يا كامل تخلع قلبي عليك يا ولدي، ولا كان له لازمه اللي حصل ده؟ واحد متعلم زيك وابن عيله يمشي ورا شويه واغش ويضيع روحه؟ ما حصلش حاجه يا حجه. ايه اوعى يكونوا المخافي بتوع امن الدوله مدوا يدهم عليه. قلنا ما حصلش حاجه يا حجه. لا حصل، حصل يا كامل يا فندي، حصل. ما حصلش حاجه يا ابوي، زي ما رحت زي ما جيت. بذمتك ودينك انت مصدق نفسك؟ انت حياتك من اصلها مخربطه. في واحد في الاصنص يسيب محاضراته ويروح يعمل فيها شمحطي؟ يا راجل فيش حد في بيت ايوب كله عمل عملتك. انت طالع لمين يا راجل؟ الحق، طالع للحق يا ابوي. انه حق جاي تولع في البلد وقول لي حق؟ جاي تصحي الفتن اللي اندفنت وقول لي حق؟ جاي تتكلم وتنبش في حكايه الارض اللي لا انا ولا انت حضرناها وقول لي حق؟ يا راجل خف من ربنا انت قلاه يا ابوي. لو حضرتك عايز تاخد الكلام لوحدك ماشي، عايز تسمعني انا جاهز. اديت ماشي، قومي قومي اعملي لي كوبايه سم هاري خلينا نفوق للباشا. حاضر حاضر يا اخوي، بس بالراحه. ده اللي حيلتنا. ايوه واللي حيلتنا ده عم بيهد في حيلنا. عمرك قدرت انك ولدي الفرضاني؟ عمرك فكرت في المعنى ده؟
ماشي، اتفضل اتفضل يا مولانا اتكلم. علمنا الدين من اول وجديد، وبربنا واحد من كفار الطائف اللي حدفوا سيدنا النبي بالطوب، لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. شوف يا ابوي، ما ينفعش ان النصارى يستفردوا بالبلد لوحده، بنقتلهم ونقابل ربنا بدمهم، هو ده يبقى صح. لا يا ابوي، نقوم نوقفهم عند حدهم، هم اشتروا الارض بالتدليس والغش. طيب اللي شهدوا على الكلام ده مش موجودين، ماتوا. احنا ولاد النهارده، احنا ولاد النهارده. كلمه احنا ولاد النهارده دي يا ابوي معناها ان احنا نعالج الشواشي ونسيب الجدر مجير. انا سكت يا ابوي، غيري مش هيسكت، والنهارده عركه وتلمت بكره عركه ومحدش هيعرف يلمها لحد ما كل واحد ياخد حقه يا ابوي. خلاص الجول، انت ناوي ان امن الدوله يفتحوا لك دفتر عنديهم؟ ياد هم سابوك الدور ده، الدور الجاي مش هيسيبوك. عارف يا ابوي هم سابونا ليه؟ سابونا بعد ما سابوا النصارى، بعد ما اقباط المهجر ضغطوا على سفاره الامريكان وسفاره الامريكان اتكلم، فقالوا نسيب المسلمين. بقينا يا ابوي فوق البيعه كمالت عدد يعني. شوف يا واد، انت الكلام معاك يشل، قوم روح امتحاناتك، اما تاخدي الشهاده انا ليا كلام تاني معاك. قوم خد شايك يا اخويا، خد شاي. شاي ايه؟ ولدك مشربني من كعاني. فهميه، اذا كان الواحد مش باقي على روحه انا لا يمكن ابقي عليه. قولي له فهميه، قولي له انا بضمين. ما ذكرناه عن تعرض الاخت تريز للاختطاف هي محاوله ضمن عشرات المحاولات التي لم يتم الاعلان عنها ولن يتم الاعلان عنها، وانا مش عارف ده لمصلحه مين. عايز اسال بقى الناس اللي بيشنعوا علينا وبيقولوا ان احنا بناخد تمويل من الخارج وعملاء وكلام من ده، ما فتحتوش بقكم ليه لما المسيحيين في قريه بني خاطر شرق اسيوط اتعرضوا لهجوم؟ هجوم بالمراكب، بالمدافع، بالقنابل. ناقص يبقى فيه هجوم للطيران عشان تتكلموا. اختطاف في قلب العاصمه، مجازر في اقصى الصعيد، ولما نحتاج نبقى احنا بتوع الفتنه الطائفيه. فاصل ونعود. انت اتخطفتي يا تريز؟ ازاي؟ ازاي اتخطفتي وانت قاعده معانا؟ ابانا، ابانا الذي في السماوات. اعطيني العقل حتى افهم، اعطيني العقل حتى افهم. انا ما قلتش الكلام ده. استاذ ناجي عادل السكريبت. واحنا بقى ايش عرفنا بالكريبت ولا السكر النبات؟ الكذب حرام، وبقيت ازاي تسمحي لحد يكذب باسمك؟ وبعدين يا اخت تغيز، يا عبده، يا زهده، ها؟ ايه بقى اللي حشر بني بتاع اللي بيقول عليه المذيع ده بان شويه عيال مش متربيه اصلا عكسوكي في الشارع؟ ما عادي كل البنات في مصر بتتعاكس، من اللي عندها 12 سنه للي عندها 80 سنه. انا بطلت انزل اشتغل اي حاجه بالشارع، بيعكسوني كده. قصد البرنامج ان لو انا ما اتخطفتش في بنات كتير جدا اتخطفوا. الكلام ده ما يدخلش دماغي، انا شغلتي علمتني حاجه مهمه جدا جدا، ان في فرق بين الذهب وبين الصفيح. والكلام اللي انت بتقوليه ده يا بنتي صفيح، وصفيح مصدي كمان، بس عايز يعمل نفسه ذهب. يا بابا انا لا بابا ولا ماما، الموضوع فيه سوء نيه مبين، والقناه دي نيتها سيئه جدا. تقدري تقولي لي فين سواق التاكسي اللي ساعدك؟ طبعا الكلام ده اتحذف عشان الموضوع يشعلل والحكايه تشعلل نار على الاخر. ايوه، واللي بيلعب بالنار بيحرق نفسه قبل ما يحرق غيره. اه، وبعدين في قنوات مسيحيه كتيره جدا، قنوات محترمه، بلاش القناه الغريبه اللي بتقول حاجات كدوت مش منطقيه خالص. اهي مارسيل اللي طول عمرها بنقول مخها طائق اول مره في حياتها تتكلم بالحق. الكذب يا بنتي اخرته ضلمه مش نور، واحنا عايزين نعيش في النور مره واحده في حياتنا، من حقنا نعيش في النور. الناس اللي بتفهم قالوا لكل فعل رد فعل، ومعنى الكلمة دي في الحالة اللي احنا فيها اننا لو عملنا اي حاجة ضد المسلمين هم هيردوا، نقوم احنا نرد، وبكده يبقى دخلنا برجلينا في موال ملوش اول ولا اخر. طب والحل بقى ايه يا قدس ابونا؟ انا كلمت سيادة المحافظ وطلبت منه انه القانون يتنفذ على الجميع لحمايه الجميع. محافظ، ما تخافنيش يا ابونا، مع احترامي ليك
الكلام ده في الاخر بقى بيتقال عليه ضحك على الدقور، او يعني حاجه كده زي فض مجالس. انما الكلام الصح بقى ان يتقبض على علي كامل ايوب وعلى توفيق خاطر ويتوضبوا لحد الواحد فيهم ما يقف كده في الشارع بحلو حسه يقول انا ماره. لما تقول لي محافظ، محافظ دي جامع محفظه. ايوه كده، ازهر وبان، ازهر وبان. عاوز تخربها يا واد فوزي عشان الجرش اللي جاي من بره ما ينقطعش. ايه ده؟ الكلام ده متوجه لي انا؟ انت عارف انت بتتكلم مع مين؟ ولولا اني عارف ومتاكد كنت اتكلمت. عارفك يا سيدي، انت ممدوح واد فوزي حبيب، امك سرية بنت ميخائيل بياع المخلل. تقدر تقول لي الامل اللي انت فيها دي جبتها منين؟ بس ولا كلمة. إيه؟ قدروا عادي بينكم. حقك عليا انا يا ابونا، معلش بس بلاش حكاية المحافظ دي. ما انت عارف البلد من اسكندرية لغاية اسوان ما فيهاش جنون، واحنا النصارى غلابة مش هنعرف ناخد حقنا. البلد دي اللي يعرف ايه مش حاجة يا باشا. طب والمسكين اللي زي حالاتي يقدر يتكلم ولا ممنوع؟ قول يا سيدي اللي عنك. دلوقتي الواد واد علي ايوب مكسوف رقبة، خلقة ربنا ولا اعتراض. مكسوف الرقبة ده نبش في حكاية الأرض، وكمنني الدلال فاقدر أحلها. زمان جدودنا اشتروا من جدودهم، واللي عنده حجة وعقد مسجل يبقى صاحب الأرض. يا سلام على جثة. أبويا حبيب ديمتري اشترى الأرض دي زيه زي أي واحد غيره، بيع وشرى، بس كان راجل على نياته، لا ليه في عقد ولا في كتابة ورق. لو في الاخر ندي الارض دي كده للمسلمين، لا ده انا كنت اولعها نار. يولعها؟ قلتها انا ولا ما قلتهاش؟ كل واحد يا ابونا عم يجر النار لتجرسه. يا ابونا دي ناس عايشه متنغنغه، وساعه الجد هيسيبونا احنا للخراب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا شيخ، اهلا، تفضلوا تفضلوا. لهوي يامه، اموت انا، اموت انا واعدي المنحنى. وتموت ليه يا حبيبي؟ بالعكس، انا عايزاك تكبر كده وتبقى راجل، وتدور على شغلانه تكسب منها عيش، وتدور على بنت الحلال اللي تتجوزها وتخلف منها عيال تربيهم بقى احسن من بنات الناس اللي انت بتعكسهم. يلا يلا من هنا. ايه رايك، تربيتك نفعت ولا لا؟ مالك يا خديجه متنحه ليه كده؟ مفيش حاجه، كل ما افتكر كده اي صور لاي اطفال مع اهاليهم واقعد ابص لها اقول يا ترى اهاليهم دول اهاليهم بجد ولا جايين من الشارع زيي؟ طب بذمتك لو في حد شاف صوري معاكي يصدق ان انا مش من عليكم؟ خديجه يا حبيبتي، كتر كلامك في الموضوع ده هيخليكي فجاه كده ما ترضيش بقدر ربنا. انت عارفه اللي بيرفض قدر ربنا بيحصل له ايه؟ هقول لك مثلا، مش ممكن طفل صغير يتولد بثقب في قلبه ويفضل طول حياته يتعالج من الثقب ده؟ كان الطفل ده عمل ايه يعني عشان يفضل طول حياته كده؟ خديجة مش انت اللي تقلها الكلام ده؟ عندك حق، الظاهر قدر ربنا ان اتجوز حربي. تتجوزي حربي؟ انت مش لسه من شوية قلتي ان انت بتفكري تتجوزي؟ فكرت وقررت ووافقت، وان شاء الله هقوله يجي يقابل بابا حسن عشان يطلبني. ايوه حاضر 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 حاضر. ايوه ايوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد يفضل نايم لغايه دلوقتي؟ ايه النوم ده كله؟ اتفضل يا عم ابراهيم. اتفضل اتفضل تعالى اتفضل. تعالى يا عم ابراهيم، بقول لك اتفضل هنا، رايح فين بس؟ ايه ده ايه ده العفره دي كلها؟ ايه ده انت ما نظفتش الشقه دي بقالك قد ايه؟ انت بتعمل ايه يا عم ابراهيم؟ هنظف يعني هعمل ايه؟ هعمل لك يعني صينيه بطاطس ولا حله محشي؟ هو انت ايه اللي جابك؟ يعني قصدي طالما انت جاي كنت قول لي اعمل حسابي يعني. اصل انا النهارده عندي حصه. حصه؟ حصه يعني ايه؟ حصه يا عم ابراهيم، يعني عيال جايين ياخدوا عندي درس انجليزي. وهتاخد منهم فلوس؟ ده بعد اذنك يعني. لا ما ينفعش ما ينفعش ابدا، هما العيال الصغيرين هيقعدوا ياخدوا الدرس في وسط العفره والكركبه دي، ده حتى الدرس ما يخشش. ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ دروس ايه اللي ما تدخلش؟ وانا هتجوزهم يا عم ابراهيم؟ ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ اللي انت بتقوله ده هو اللي ما ينفعش. بص ده منهج ولازم انا اخلصه. طب انا عندي حل. اتفضل. اقعد انت مع الولاد واعمل لهم المنهج، وسيب لي بقى انا امنهج لك الشقه. منهج لي؟
جدع يا دي كاريوك. سايق عليك النبي بلاش كاريوكا دي، احسن تاخد ختم النسر، ساعتها ما عارفش اطلعها ولو بالطبل البلدي. انت عارف يا بغل انت، كاريوكا دي في منتهى الاهميه. مهمه في ايه سعادتك؟ مهمه ان يبقى ليك وشين، وش كاريوكا اللي بيرقص في الافراح يداري على وش كاريوكا اللي بيشتغل معاه. مين ياض يفتكر انك بتشتغل معاه مرشد؟ ولا جنس مخلوق. عارف ليه؟ لان الكل فاكرك رقاصه بس، ولازم يفضلوا فاكرينك رقاصه بس. ايه الاخبار بقول؟ جموس باسيليوس. بتوشوشني ليه يالا؟ علي صوتك يا ابني، ده انت قاعد مع مصدر الامان كله، قاعد مع احمد سلطان. مفهوم يا باشا. الجموس باسيليوس لم اللقباط وعمل اجتماع في الكنيسه. اجتماع ولا بيصلوا؟ اصل هتفرق كتير يا كاريوكا. اجتماع يا باشا، ده في ناس اول مره يعتبوا الكنيسه كانت حاضره. وعرفت منين؟ ليه عين وسطيهم، بينقلوا لي اللي بيحصل حرف بحرف. عموما يا باشا، الناس عم تقول ان سلمان والتكله هرب الخنازير لزرايب في الدير. زرايب الدير. ماشي، نخش بقى على صفحه الفضايح. كله في دماغي، حكم انا دماغي كمبروتر. قول يا كمبروتر، وحياه امي لو قلت حرف واحد اعرفه لقلعك بلبوس. كله طازه وغلاوه سعادتك. البت حنان بتتدرس النجار ماشيه مع الواد سلفها، وبعد ما حصل اللي بالي بالك راحت للدكتور سقطها. راحت الدكتور سقطها ولا مراتك قامت بالواجب؟ فلتت مننا اللقمه الطريه دي. اصل البنت متعلمه وخافت من صباح. وجوزها فين؟ مسافر. غيره؟ الحاج عبد رشيد ابو غالب، وده يا باشا نمره 3 في الخواطر بعد الحاج عبد دايم والحاج توفيق. ماله سيزفت ده؟ قاعد يوسوس لمرت واد عمه لحد ما طلقها، واول ما خد غرضه منه ايه هوبه قلع على مصر. خد يخرب بيت اهلك، ده انت ماسوره مجاري. ياخد عدوينك من يد من اعدمه. انا مش فاهم تتشرطوا على ايه؟ ده الخواطر عمر ما تشرط عليهم حد. طالما الشرط علشان الخير يا حاج نوافق، وبعدين انت الكبير. لا انا ولا غيري هيقول لك كلام زي ده. وما هو عشان الخير اللي يمنع واد عمي وجوز بنتي في نفس الوقت توفيق انه يحضر. بص يا عم الحاج، الحاج توفيق والاستاذ رمضان ريحهم ساخنه شويه، انما انت راجل عاجل، إيه نعرف ناخد وندي معاك في الكلام، والكلام اللي يعجبك خده، اللي ما عجبكش ارميه تحت رجلك يا سيدي. كمان يا عم الحاج عبد دايم الشر ده يمشي علينا وعليك. كيف يعني؟ الاستاذ ممدوح فوزي كلامه ما بيعجبكش يا عم الحاج عبد دايم، ما رضيناش نجيبه معانا، قلنا احنا نيجي ونتفقوا مع بعضينا والاتفاق يمشي علينا كلاتنا. اسمع، ساعة العركة الأخيرة يا رب تكون الأخير، كامل ابن علي أيوب نبش في موضوع الأرض وفضل يقول مين اللي باع ومين اللي اشترى، وده كلام ما منوش فايدة غير توليع النار. وبعدين سيبه كامل ده عليا، لو نبش في قصة الأرض حقطع لسانه. موضوع الأرض ده هيجيب دم. تهديد ده ولا إيه يا سليمان؟ لا سمح الله يا حاج عبد الله، ما اقدرش اهددك، انا بقول الحقيقه. قصده يقول ان الموضوع خطر شويه. انا مش فاهم حاجه، ناقص ان انا ولد لكم بهايمكم يا بلد. يا حاج، خادم القوم سيدهم، انت لو مضيت الكل هيمشي على غرضك وعلى مرامك. المكسب واحد يا حاج والخساره واحده، عايزين نقضي اليومين اللي فاضلين لنا في ستر وراحه بال. حاضر حاضر، همضي اخد الخواطر كلهم في كلومه واحده. كلومه هم مالهمش فيه. ده عشاننا برضه يا حاج. الحمد لله على بركه الله. الامتحانات هتبدا من بكره ان شاء الله. بصراحه يعني انا عايز اخشها وانا قلبي مطمن. خلاص ذاكر كويس. اذاكر ايه؟ انت فاهم قصدي كويس. دلوقتي انت قلت لي تعالى قبل ابويا، بس ما قلتليش اذا كنت موافقه ولا لا. انا عايز اروح وانا مالي يدي، عايز اسمعها منك، ما فيهاش حاجه. يظهر ان ماليش نصيب اسمعها منك، يبقى على كفه الله. سكوت علامه الرضا زي ما بتقول. السلام عليكم. عن اذنك. اتفضل يا خديجه.
على السلامه يا كامل. انت جاي من القطر على هنا طوالي؟ ايوه يا سيدي، باني نسيت اخد المفتاح معايا. واخبار بلد؟ بلد؟ ده سؤال تساله؟ يا اخي ده اللي سافر الكويت عرفوا اخبار البلد واتصلوا يطمنوا. بس اقول ايه للاخ الملتزم اللي غرقان في الغرام مع الهانم اللي طلعت لنا في البخت؟ مالك يا كامل؟ مالك داخل زعك فيها ليه؟ انا كنت محجوز في امن الدوله انا وواد عمك وجوز اختك الحاج توفيق، كان معايا هو ونص مسلمين شرق. كرامه للنبي حس بالبلد شويه، انا سايب البلد بتغلي. ويوم الانفجار قرب. ابويا اتصل وقال لي ما تجيش، درى عليا عشان ما اسيبش امتحانات واجي البلد. هي نصره الاسلام محتاجه اذن ابوك؟ فوق فوق من غيبوبه الهانم، لان اللي جاي محتاج رجاله قلبها ميت. خلاص يا شيخنا هنفوق، بعد الجواز مش هبقى لحج. جواز؟ جواز مين من مين؟ منين؟ انا وخديجه طبعا. عرفي؟ عرفي يا كامل، ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ احنا وش الحاجات دي؟ جواز على سنه الله ورسوله. بكره رايح اجاب لعمها. انا نفسي ما اروحش لوحدي. تكون معايا. ولا يا شيخ؟ صباح الخير يا ابونا. سعيدة يا ابونا. سعيدة. سعيد. سعيدة. 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 القائد اللي بجد يكون صدره واسع ويسمع كل وجهات النظر. فهماني طبعا. مش أول مرة أشرف على رحلة الكنيسة يا ابونا. هحجز لك جنبي يا حبيبتي. شكرا يا ابونا. تمام يا ابونا، شور كل الناس ركبت وكل واحد عارف كرسي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الست دي هنا؟ انت تعال خد الشنطه دي. ازيك يا مدام؟ كويسه؟ انا كويسه. بقول لك ايه، هي الاخت ترزي هتيجي معانا؟ طبعا، ده دي المشرفه على الرحله. انا كده مش كويسه قدامي. اتفضلي. هاي يا ابونا. هاي تريز. في ايه يا بنتي؟ الست دي علمانيه متطرفه، انا مش فاهمه ايه الداعي يعني انها تيجي معانا للدير. كنا من شعب الكنيسة والدير بتاع الكل. حاضر، ثانية واحدة أبونا، أنا كنت محتاجة جواب عشان عايزة أعمل خلوة. أنت يا بنتي بتعاقبي مين؟ العبادة مش عقاب، العبادة محبة. أنا شفت وشك اتغير لما شفت وداد، حتى لو كنت مختلفة معاها الرب هو اللي بيحاسبها، لا أنا ولا أنت. من فضلك يا أبونا أنا محتاجة جواب. بليز يا بنتي مفيش فايدة، دماغك أنشف من الصخر. بس عايز افهمك حاجه، المنطقه المحيطه بالدير فيها احداث مش كويسه وغير امنه. انا ما حدش يقدر ياذينا يا شيخ كامل. الظلم ظلمات يوم القيامه، والبنايه مثقفه متداينه، وعمرك ما شفت عليها حاجه. كل دي مناقب خديجه بنت يا ابو اسمه ايه يا اخ حربي. لا تتبع الهوى يا اخ حربي، على راي الشيخ ابو اليسر اللي يتبع الهوى يجيله التهاب رئوي. يا اخي بلاش تحكم قلبك، حكم عقلك. انا حكم النص بس. سيد الخلق بيقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاسفر بذات الدين تربت يداك. إيه بقى في الأربعة دول موجودين في الأخت خديجة؟ مالها؟ محلتهاش ولا قرش. جمالها؟ طبعاً الشيطان مصور لك إنها جمر وإن الزرزور عم يشرب من تحت بطها. أما حسبها فيسد النفس المفتوحة. أما دينها بقى فكشري، رز على عدس على شعريه، لخبيط على بعضيها. على فكره انت فاهم الحديث غلط، لان الرسول عليه الصلاه والسلام زي ما قال الامام النووي كان بيقول ان الناس بتختار على اساس الثلاثه الاولانيين، انما هو كان بيفضل الرابعه اللي هي التدين. وانت ما تنكرش ان خديجه متدينه. ازاي تبقى متدينه وتدافع عن صاحبتها المتبرجه؟ فسرها لي انت دي. لا انا فعلا مش فاهم موقفك يا كامل، وقبل كده قلت لك عشان العشره والصحوبيه اللي بيننا تدوم مالكش دعوه بخديجه، ما تتكلمش عنها خالص. وهي العشره والصحوبيه تخليك تسيبني ارجع واقف في وش النصارى وحدي؟ عشان هنا تقعد تتكلم عن العشق والغرام؟ الحب مش حرام يا كامل طالما غرضه شريف. وراح فين فقه الاولويات؟ لما نتكلم عن العركه يتركن العشق والغرام على جنب. يا حرب انت ضحيت بحاجات كتير بعد دخولك كليه الشرطه، زي ما كان عم الحاج الوالد عايز، عشان ما تبقاش جندي ينصر دوله الطاغوت. وده موقف انا عمري ما هنساه لك ابدا. حربي أنا بعدك لخير كتير إن شاء الله، وسينصر الله بك دينه، وإن غدا لناظره قريب. شوف يا مولانا، عشان يبقى كلامنا سليم وله منهج. يا عيني يا سلام، طول عمرك منظم وممنهج يا أستاذ علي. الحمد لله،
الدوسيه ده في اسامي كل اللي غرقوا باليوم والشهر والسنه او كل حادثه بتفاصيلها. فكره كمولانا اللي ماتوا كديه كم واحد؟ ها يعني من 70 لـ80. معلش ليك حق تنسى، ما الحوادث الجديده بتنسينا الحوادث القديمه. بالك عم الشيخ، احنا في الـ10 سنين اللي فاتوا مات منا 685 نفر يا ابوي. وفي يوم فرح البت حسنات بنت عبعاطي مات في اليوم ده وحديه 34 نفر من المعازيم. لا حول ولا قوة الا بالله. في السنة اللي احنا فيها دي مات 14 نفر، اخرهم الواد الغلبان واد ربيع. الصبر من عندك يا رب. حكاية ما عايزة الصبر، الحكاية عايزة كبري. كبري خلصنا من البلوى السودة اللي احنا فيها دي. انا قلت للحاج عبد القادر اشتري معدية، قال لي عايز الخواطر يا ابو مارك بيا. الامر لك يا صاحب الامر. فكرك يا مولانا، انا شاغل بالي بحكايه الغرقانين دول. ليه؟ ليه يا استاذ علي؟ اكتر من 85% من اللي غرقوا شبان. طيب لما الشباب يموت مين يعمر في البلد؟ انا ولا انت اللي بنقول يلا حسن الختام؟ طيب ثلاثة بالله العظيم، لو الحكومة دي ما عملت الكوبري يكون شكيها. تشتكي الحكومة؟ تشكيها لمين الحكومة؟ أبو خالو الدنيا اتغيرت، عدت شكيها زمان، دلوقت في منظمات برا وجوه، وأنا قتيل المشروع ده وهقومها قيامة على الحكومة دي. ادخل. السلام على الرجال الهمام. وعليكم, وعليكم السلام ورحمه الله. فضل. استنى قبل ما تقعد خدها مني طازه وغلاوتك. شوف 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 الشياب هيتكلموا في النكت. سيبك منه، قول على الله تكون جديده. جديده. شوف يا سيدي، قال لك ايه، مره واحد غبطي مسطول دخل المستشفى، لقى مين؟ واحد جسيس محترم زي حضرتك كده. قال له ايه يا ابونا سلامتك، في ايه؟ قال ولا حاجه يا ابني، انا جاي احلل السكر. قال له يا ابونا السكر طول عمره حلال، يا ريت تحلل الحشيش. لا والله حلو. ايوه حلو، كلها انفاس. الله يجازيك مالكم. هي صح، طالما ضحكنا يبقى فيها خير. خير ان شاء الله. نطلع بقى على عبد القادر سمكه اللي عامل زي القرموط، تمسكه باليمين يزفلط بالشمال. نطلع احنا الثلاثة لوحدينا على عبد القادر سمكة؟ فين بقية الناس؟ كل سنة وانتم طيبين. قصدك يا مقدس؟ كله تهرب يا استاذ. بلدنا دي غريبة قوي، مش قادرين نشتري معديتين ولا ثلاثة يكونوا جامدين وجداد، ولا عارفين نجروا على الحكومة عشان تعمل لنا كوبري. انا هتصل على الحاج عدايم يجي معانا، لو رحنا وحدينا مش هنقدم مصلح. يوه عايزيه علي ايوب كمان؟ رن 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 خوت الدماغ. ما ترد عليه، يمكن في حاجه مهمه. يا عم لا مهمه ولا حاجه، هم كده بيت ايوب اللت والعجن في دمهم، عايز يورطني يا سيدي في حجوت الكوبري. ما علينا، خلينا في موضوعنا. اللي هو ايه؟ من صباح اتربنا وانت صالبني قدامك، وانا بصراحه كده فهمي على كدي. يا عقوب أقول لك إيه، مبروم على مبروم ما يلفش. أه تعال دغري يا أبو رمضان. ماشي حجيلك دغري. الأرض اللي جار كنيسة بني خاطر شرق أنا عايزها. أه كده الدغري مفيش أحسن منه، بس الموضوع ده فيه عقد. أول عقدة إن أنا الدلال، يعني مفيش حد غيري يقدر يجيب حجة الأرض. تاني عقدة إن قبطي والأرض دي الكنيسة حاطة عينها عليها. تالت عقدة إن محدش من الخواطر بالذات ينفع يشتري، البلد مليانة مشاكل وانت عارف اللي فيها. ها
ماشي يا سيدي، الغاوي نجد بطاقيته وديني نجدتك. اهدى، انت طالب النجوم ببلاش ولا ايه يا راجل؟ خليك عاقل، امال ده مس حضور اللقمه الكبيره لما نمضي. ايه مش حطيت القهوه؟ يلا. واه وانا كنت عملت حاجه يا استوفيق. يا ستي ما عملتيش، شوفي وراك ايه. يلا مرة الدب في عينها رصاصه. صحيح، خليك معايا يا ابو رمضان، انا عارف ان حلاوتي متصانه، بس برضك ما ينفعش ان الخواطر يشتروا. ها الناس هتقولوا عندهم حق في اللي هيقولوه، انكم هتكوشوا على البلد كلها. ها اكتر ما انتم مكوشين. جرالك ايه راجل انت؟ انت هتشتمني في مقعدي؟ معاش ولا كان يا ابو رمضان، بس هي دي الحقيقه. ماشي اسمع، هيبقى فيه ستاره عبد الحكم ابو غانم، الراجل ده عايش يما في اسيوط يما في مصر، هو ده اللي هيشتري، وانا هو نصطفي بعد كده. ها قلت ايه؟ اذا كان كده يبقى على البركه، بس نتفق الاول على لقمتي، واني والمسيح قنوع، لحب اللقمه تبقى صغيره تنزل بطني جري، ولا حبها تخينه تسد باب النفس. ماشي ماشي يا عقوبه والزليخه، يسدوا عليك باب الجبانه اللي لادي قادر يا كريم. ماشي يا سيدي، لقمتك هتبقى على مقاسك. الله، زي القمر يا خديج، الفستان هياكل منك حته. عقبالك يا شاري. والله انا بحمد ربنا ان كريم مش زي حربي، والا العنوسه تبقى احسن في الحاله دي. ده كلام برضو تقوليه؟ انت شفتي منه ايه عشان تحكمي عليه، ولا انت عايزه تسدي نفسها وخلاص؟ والله ابدا، انا اللي سمعته عنه منها هي يسد النفس. ايه متتكلمي؟ عاجبك كلام بنتك ده؟ سيبك من كلام بنتي، انا اللي مش عاجبني هو شكل خديجه. ايه خديجه مالك شكلك كده بتراجع نفسك؟ انت مش فرحانه ولا ايه؟ لا لا فرحانه جدا يا بابا طبعا، ده حرب زمانه جاي. على فكره لما تقعد معاه هتعرف وتتاكد بنفسك ان هو حد كويس قوي، ده مثقف جدا بيعرف ربنا. طب يا حبيبتي ربنا يسعدك، احنا كل اللي يهمنا مصلحتك، ويهمنا كمان انك ما تختاريش اي جوازه والسلام. لا طبعا. لا واضح انه محترم جدا عشان بيجي في ميعاده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حربي يا ابني. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. ده جواب من ابونا ابراهيم، هو كويس نشكر ربنا. ده جواب عشان خلوتك، بس هو محدد خلوتك بتلات ايام. لو ممكن يا امنا انا محتاجه فتره اطول. انت عارفه يا بنتي ان انا هنا الراهبه الربيطه، وباخد تعليمات وانفذها. عايزه حاجه تانيه؟ شكرا، بس لو ممكن كتاب الاجبيه، انا نسيت اجيبه معايا. اول ما تدخلي خلوتك هتلاقيه جوه. اشكرك. ايوه يا ادوارد. ايوه اختي، انا كان نفسي ابقى معاكي، يعني يمكن تحتاجيني في حاجه ولا حاجه. اشكرك. انا شور شغلت عم ابراهيم عندي، وعلى فكره عملت له مرتب كويس قوي. كويس قوي، مساعده الفقراء بتقربنا من ملكوت ربنا. هو ايه الخناقه اللي كانت في الاوتوبيس؟ سلام ونعم. هي اوام قالت لحضرتك؟ غريبه قوي، اصلها واحنا جايين كانت عايزه تشغل اغاني حب. وايه يعني يا بنتي الحب ده؟ الله محبه. ايوه بس دي اغاني خليعه. واضح يا بنتي انك محتاجه تدريبات كتير لضبط انفعالاتك علشان ما تخسريش الناس. يعني برضك عملت اللي في دماغك ورحت خطبتها؟ ايوه اعتقد كان سيرضي الله ورسوله لو اخترت افضل. اللي عملته مفهوش حاجه ترضي بربنا يا كامل. جوازي من البنت اللي بحبها فيه العفه باذن الله. ما تجيبش سيره الله ورسوله على لسانك. قول العشق، قول الغرام والهيام، قول الشيطان اللي راكب دماغك. حاسب يا كامل، انت كده بتغلط. قبل ما اكون صاحبك فانا اخوك. اخوك ولازم تسمعني. السمع والطاعه في الطاعات وبس. الحمد لله انك لسه فاكر. لعلمك بقى جوازك من البنت دي معصيه. من امتى كان الجواز معصيه؟ خصوصا لو كان من بيت ما حدش بقى ملتزمه. مش هي دي البنت الملتزمه اللي كانت عم بتوزع كتاب وزاره الاوقاف
بتاع النقاب عادة وليس عبادة؟ هي ولا مش هي؟ لو كانت زي ما عم بتقول ملتزمة ما كانتش توزع كتاب كتبه علماء السلطان. ما يتناقشت معانا بهدوء وبالحجة، وأنا اقتنعت برأيها ومش شايفة غلطانة. والحج عبد الدايم كبير الخواطر، ما خدتش رأيه؟ هروح له وهجيبه معايا وهيخطبها لي بنفسه. براحتك. السلام عليكم. ايوه يا عم الحاج عبد الدايم، انا كامل علي ايوب. اخويا حربي واقع في مشكله كبيره قوي ومحدش هيعرف يخلصها غيرك انت. من حب كله حبيته فيك، الحب كله. بس انا رايق للادي ولا انا بيتهيألي؟ طول ما انت جنبه هيفضل رايق على طول. توفيق يا ود الخواطر، جيب من الاخر، انا عارفه اولك واخرك. مش عايز كتير، غمض عينيك سنتين بس. ده شغل سيما جديد علينا. طب لو قلت لك وغلاوه رمضان لا تغمض عينيك. عيوني رمضان مش غميضه وبس. فتح جوز العيون الحلوين دول وشوفي. الله ده ذهب. انا من ميت عم اجيب لك صفيح. حلوين قوي، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك. بس برضو ايه المناسبه؟ محبه بنت عمي. هو كتير عليك شويه ذهب؟ والله ده جبل ذهب مش كتير عليك. ده انت مرتي وحبيبتي وام رمضان الغالي ولدنا الوحداني، ربنا يصونه ويحميه ونشوفه وهو عم يهادي عرسته. محبة لوجه الله تعالى ولا في كلام مخبيه ورا ظهرك؟ ولا الكلام يعني الأولاني ولا التاني، قصدي منه إيه غير إن أشوفك أنت ورمضان عايشين حياة معتبرة كلها عز ونغنغة. الزمن مش مضمونة بالتعمل، القلوب عم تتغير. يعني النهاردة أبوكي حلو معاكي، لكن بكرة ضمة حيبقى إيه؟ لا محدش ضامن حاجة. عشان كده لازم حقك يبقى قدام عينيكي وتحت يدك. مش قلت لك في كلام مخبيه ورا ظهرك؟ ارسى ورسيني تكسب فيا ثواب، وعلى قول الحاجة عندي هات من اللي في القعر. يعني دلوقتي ينفع اقول لك ان صوابعك زي بعضيها؟ لا ما ينفعش. طيب طالما صوابعك مش زي بعضيها يبقى اخواتك كمان مش زي بعضيهم، فيهم وفيهم. سيبك من حرب، ده ذكر محدش يقدر يقرب عنده، لكن أختك تحية ما بتخلفش وجوزها عنده شيء وشويات، ينفع يبقى لها زيك؟ لا. ونفس الشيء أختك هنا بنت بنوت، بكرة هيبقى لها حياة تانية بعيدة عنينا. إيه الحديث الماسخ ده يا توفيق؟ عايز نطلب ورث من أبوي وهو على حياة عينه منور بيته؟ ما عندكش حق يا ود عمي. ما تبقيش جلالية وعلى نياتك. أمال ورث إيه؟ حد جاب سيرة الورث؟ وما بتجيب سيرته ليه؟ رايح قلبي يا توفيق. رمضان ده مش ولدنا الوحداني، بيقعد فين كل يوم؟ في شونة سيده، بوصفه ايه؟ ضيف او حد واقف يساعد. لا، دورك يا ست الستات انك تفهميه بالراحة وبشويش انه مش ضيف، انه صاحب ملك. وكل ده ليه من اساسه يا توفيق؟ ليه دي بتاعتي أنا، وبكرة تعرفي دماغي عم تفكر في إيه. تشكر على الذهب يا ودعم. لما المصالح تتصالع ما تعرفيش فين الصالع، ولا لبيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح. لما المصالح تتصالع ما تعرفيش فين الصالع، ولا لبيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح. انا بس خايف من
بكرة الخيط يكر من البكرة ولاقيكي واخداك السكرة ويقبوا شياطين امبارح ولاد قبلسة وشغلتهم الفتنة والشر حياتهم تجار هذا يخرب بيتهم بيعيشوا عالدم السايق ويبقى الله لا يسيك اتنفسي وبلعيك وصحصح لهم في طريقك الجاي هم من الرايح خلي هلالك وصليبك متعشين حوالين ايدك كده لا ده مش هيصيبك وتفوتي في الموج الجامح وطول ما جرسك وادانك صوتهم مجلجل في ودانك هتبقي عالية في مكانك وليك عنوان وملامح لما المصالح تتصالح ما تعرفيش فين الصالح وانا لا بيا ولا عليا انا لا جامع ولا طارح